نبدأ معكم اليوم مشاهدينا سلسلة تقارير من محافظة الزلفي، ونبدأ هذه السلسلة مع بحيرة الكسر والتي تشكلت بعد هطول الأمطار الغزيرة وتمكث المياه فيها أكثر من 6 أشهر. زميلنا أحمد العثمان. مع استمرار هطول الأمطار تزدان صحراء المملكة ببحيرات بعثت الحياة وسط الكثبان الرملية. بحيرة الكسر إحدى هذه البحيرات في محافظة الزلفي، شكلتها السيول والوديان وسميت بالكسر بسبب انكسار مياه الأمطار فيها. الكسر عبارة عن بحيرة تتكون بعد هطول الأمطار، وخاصة إذا كانت الأمطار غزيرة. سميت بالكسر بسبب أن الماء المتدفق من روضة السبلة ومن الشعاب القريبة من وادي مرخ ومن وادي النوم ومن الشعاب القريبة التي تصب في الكسر، عندما تتدفق تتجه باتجاه الشمال ثم تنكسر في هذا الموقع، فلذلك سمي الموقع باسم الكسر. الرافد الأساسي أو للكسر هو شعيب مرخ. تمتد هذه البحيرة على مساحة 12 كيلو متر مربع لتجمع على ضفافها المتنزهين من المملكة وخارجها، حيث يمكث الماء فيها إلى أكثر من 6 أشهر. مساحة الكسر 12 كيلو متر مربع، تمثل يعني منتزه شتوي ربيعي، لأنها وليست لأهل الزلفي فقط، وإنما للمحافظات القريبة بل المناطق القريبة وأيضا أهل الخليج. اجتماع المياه في البحيرة أحيانا قد تجتمع في يوم واحد إذا حسب كمية نزول الأمطار، وكذلك السيول التي تأتي من الشعبان والشعاب المجاورة، وكذلك التلال القريبة، فأحيانا في يوم واحد يجتمع الكسر، ويعني مثلا في الليل مطر نأتي الصباح نجد أن البحيرة امتلأت، وأحيانا تأتي دفعات. بقاء الماء في البحيرة أيضا هو مرتبط بكمية المياه التي أتت وبالتوقيت اللي نزلت فيه المياه، لكن عادة من خلال السنوات الماضية تبقى البحيرة 6 شهور إلى 7 شهور تقريبا. يتميز موقع هذه البحيرة بتوسطها للكثبان الرملية، مما جعلها وجهة للسياحة الداخلية في فصل الشتاء. بحيرة الكسر كسرت قواعد الصحراء فبعثت الحياة وسط أرض قاحلة لتكون مقصدا للمتنزهين من كل مكان. من بحيرة الكسر في الزلفي، أحمد العثمان، MBC.